ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان دير. هكذا حدثنا هردشت. وقفة في باريس من أجل الوطن. كيف أوروبا معك؟ أخذنا إقامة ومشي حالنا. سياسي؟ لا إنساني. ذكرني موقفك وقتها شو كان؟ من الإقامة؟ لا لا من الثورة. قربت شو بنا؟ هلا أنت كنت من جماعة قربت؟ لكان شو مفكر؟ والله ما بعرف بس وقتها كنت حاسبك على جماعة الله يفرج. لا بقى فرد مرة حسبني كنت على جماعة الله يطفيها بنوره. بيضلوا أحسن من جماعة حوالينا وما علينا. لا تكون منهم. لا والله أنا كنت من جماعة بكرة أحلى. فقلت لك بفرنجين يعني هيك شي. وهلأ شو موقفك؟ هلأ ماشي ما في مواقف. ماشي لوين؟ على اليوم الثاني. أنا سابقك معناها. ليش وين صرت؟ صرت باليوم اللي ما بعد الثاني. معناها أنت من جماعة الحرب الكونية. لا والله أنا من جماعة الحنين إلى المقدوس. دلك على سوبر ماركت عنده ملوخية؟ سمعت قال في واحد بجرونوبل. ايه وفي بمرسيليا كمان. ليش باريس ما في؟ في بس بدك تستخدم 3 خطوط مترو لتوصل له. جبنة شلل لقينا بالسوبر ماركت التركي. ايه وفي جبنة مسنة رقعاب كمان. شنجليش لقيت؟ ايه بس طري شوي. زيت الزيتون الاسباني احسن شي. والايطالي كمان مو حاكي شي. مطولين بهالوقفة كمان شوي بس ليضبضبوا جماعة الكونغو غراضن. اجوا قبلنا بكتير هدول. ايه صلن زمان واقفين. هاد العلم الك؟ لا والله وزعوا لي اياه. بدك ترجع لهم اياه اذا طلبوا، واذا ما طلبوا ما بعرف. طيب قوم سألهم مشان نروح. لوين؟ على القهوة. طيب سواني. شرف معلم. اخذوه؟ ايه بس على مضض. بمحلينا يا زلمه. بونجور مسيو، بونجور دو كافي سيل فو بلي. هكذا حدثنا هردشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.